ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فعلى المسلمين جميعهم، على حكامهم ومحكوميهم، أن يلجأوا إلى الله، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يكثروا من الاستغفار والتضرع له سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يمتعكم متاعا حسنا من الخيرات والبركات والأمن والأمان والصحة والعافية، استغفروا الله ثم توبوا إليه. فعلينا أن نداوم على التوبة والاستغفار أحبتي في الله،